ايه اكتر مكان كان قريب من قلبك او حاسه ان انت لا قدرتي تحققي فيه اكتر حاجه كان نفسك تحققيها في كرة السلة؟ Explain please. I don't really understand the question. ايه اكتر مكان او اكتر فريق لعبتي فيه من الفرق اللي انت قلتيها لي حاسه انه الفريق ده اكتر فريق حققتي معاه كل اللي نفسك فيه في كرة السلة او حققتي معاه هدفك يعني وطموحك؟ I would say my first year أقول overseas أنه in Romania, أول I was عام able to لي win في رومانيا the championship and the cup at the عندما same time, فزنا بالدوري and والكأس في that's the موسم highest واحد، achievement you can win. وهذه There's no other options. أكبر So to إنجاز win both حصلت of them in عليه the same أن year, أفوز بالدوري والكأس في that was موسم very, واحد، very هذا special. كان شيء خاص جدا. ارتحتي أكتر في الدوري الروماني ولا في الدوري الأمريكي؟ I would say I was more comfortable in Romania. كنت أكثر I would say مرتاحة more أكثر في comfortable in رومانيا Romania because in the States لأن في الولايات I was kind المتحدة of like coming into my own, and then when كنت I got overseas, مستقلة I feel like I blossomed more and I was able to وأردت like أن really أتطور let loose and والأمور كانت be the player صعبة that I جدا knew I could be. وأود وددت أن أكون لاعبة أكثر أهمية.